بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. مش هقول غير ان الناس دي ليها دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي، ما يقلوش اي دور عن المدير الفني عن اللاعبين، لان دورهم كبير ومؤثر جدا، سواء كابتن طارق، كابتن ماهر عبد العزيز، كابتن احمد فوزي. هبدا بكابتن طارق. لحظه مهمه وفرحه كبيره، هم دول لعيبه النادي الاهلي وهو ده التيم وهي دي شموخ وكبرياء النادي الاهلي. حابب تقول يا كابتن طارق على الفوز بالبطوله؟ بقول الف مبروك، الف مبروك 100 مره لكل الناس اللي موجوده والناس اللي مش موجوده، وخاصه وليد سليمان اللي كان المفروض يبقى موجود اول واحد، وغيره وغيره، كل الناس اللي كانت موجوده، وصالح جمعه، وكل الناس. وبهدي هذا الفوز لمجلس الاداره وللعيبه وللجمهور ولكل الناس، وربنا يديم علينا الافراح يا رب. الحمد لله. الف ماهر عبد العزيز دوره كبير وراجل خبره مع كابتن احمد. طبعا اي معلومه تسال كابتن ماهر تلاقيه على طول بالليل الصبح في اي وقت عن التمرين موجود. ببارك لك كابتن ماهر وبارك لكل جمهور النادي الاهلي، فوز كبير وفوز مهم. حابب تقول ايه؟ لحظات سعيده جدا على كل الجمهور. كل اللي بقوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. ده يعني النهارده كان يوم عصيب عدى عليا انا شخصيا، ربنا اللي يعلم. انا كنت في الفندق قاعد يعني اقرا القران وقاعد اقول يا رب يا رب ما تروحش النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والناس اللي بتحب النادي الاهلي زعلانين ابدا ابدا ابدا. والحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى. واهدي طبعا الفوز لمجلس الاداره ولزمايلي الجهاز الاداري اللي بيتعب من غير ما حد بيحس بيه وبيشتغلوا على اكمل وجه، كلهم ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم ويكرمنا وبطولات ومزيد من البطولات باذن الله. قبل ما كابتن احمد وبعد كده ارجع لكابتن طارق، كابتن احمد فوزي، انا اعرف كابتن احمد بقى من ايام الناشئين ومن ايامك، لكن بصراحه دوركم كبير ودوركم مهم جدا. ببارك لك كابتن احمد، ببارك لك كابتن رافض، ببارك لك كابتن طارق، ببارك لك كلكم. مجهود كبير جدا ولحظه كبيره وفرحه كبيره جدا، اللحظات دي بتمثل لك يا كابتن احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر ربنا والحمد لله والشكر لله، ربنا كرمنا، اللعيبه تعبت، كلنا تعبنا تعب جامد جدا، وربنا في الاخر كرمنا بالبطوله دي وبالكاس دون. كل فرد في الجهاز الاداري تعب جدا، كل فرد في الجهاز الفني، كل واحد فينا، احنا الحمد لله والشكر الجهاز المعاون العمال كلنا تعبنا، الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا ان البطوله دي الجنه دي بتاعتنا اساسا، وربنا كرمنا بيها. وبدي الحمد لله والشكر لله للعمال، لكل اللعيبه اللي مش موجودين، لكل زمايلي اللي مش موجودين معايا، لوليد سليمان، لصالح جمعه، والمجلس الاداره، والحمد لله والشكر لله على النعمه اللي ربنا ادهالنا، الحمد لله والشكر لله. كابتن رافض سريعا، تحب تقول لكل لعيبه النادي الاهلي على الفوز بالبطوله؟ بقول الحمد لله رب العالمين، فرحه كبيره انتظرناها 7 سنين، فرحنا جمهور الكبير ده كل اللي ورا النادي، وفرحنا جماهيرنا كلها، وفرحنا مجلس الاداره واللعيبه، والحمد لله ده مجهود موسم كامل عشناه عصيب جدا جدا لحد ما ربنا كلله بالنجاح. يا رب دايما الفرح، ويا رب العشره ان شاء الله. شكرا. محمد اسامه بقى واحد صديقي مع ابو علي طبعا اللي ليهم دور كبير جدا. محمد اسامه مبروك يا محمد، زي ما بنقول دوركم مهم جدا، مفيش حد في الجهاز الفني ملوش دور، بطولة كانت غايبه علينا لكن فرحتها كبيره جدا. مبروك لكم، مبروك لحسن، مبروك لكل الناس. الحمد لله وشكر لله. والله احنا اللي اتعلمناه في الاهلي ان كل حد من اول حد لاخر حد كلنا كل واحد ليه دور، كل واحد يأدي دوره في نطاق دوره، بس كل واحد يعمل اللي عليه، كل واحد بيخلص، مش عايزين اي حاجه غير البطوله، عايزين نفرح الناس دي كلها، عايزين نكسر بقى موضوع الاثنين نهائي، نوصل للنهائي ونبقى الفريق الافضل دايما. وبنخرج الحمد لله شكر لله، السيناريو كان سيناريو ماتش يعني مكعرب شويتين، الحمد لله شكر لله ربنا فرحنا في الاخر، بدانا ماتش كويسين جدا، وكان ربنا يريد لنا في الاخر الفوز والفرحه، ونفرح الجماهير دي كلها، نهدي الفوز لكل الناس اللي مش موجوده معانا، نهدي الفرحه المؤمن زكريا، كابتن وليد سليمان، كابتن مصر، يعني كان يفرق كتير جدا جدا معانا، صالح جمعه، كل الناس اللي مش موجوده معانا. الحمد لله وشكر لله كل جماهير النادي الاهلي، كل الزملاء، كل الناس من اول عمال لحد مجلس الاداره، الحمد لله وشكر لله. مبروك لكل الاهلاوي، مبروك لكل النادي الاهلي، الحمد لله وشكر لله. شكرا. ابو علي تقول لكل اللعيبه وكل جمهور النادي الاهلي؟ والله انا بجد يعني انا اول مره اصور، وما بحبش ان انا اطلع اصور كتير، بس بجد مبروك لمجلس الاداره وكل زمايلي في النادي وكل اعضاء الجهاز الفني والجهاز الاداري والعمال، مبروك لكل الاهلاويه. انا ما بعرفش اتكلم كتير، بس الف الف مبروك، الحمد لله مبروك علينا، الحمد لله. تقول لكل لعيبه النادي الاهلي سريع. اول حاجه الف مبروك للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره وكل جمهور النادي الاهلي، عشان هم كانوا مش موجودين بس موجودين معانا على طول، فالحمد لله كسبنا بطوله، بطوله غاليه جدا علينا، وان شاء الله نوعدكم بمزيد من البطولات ان شاء الله. كابتن وائل مبروك ليكم، مبروك لكل الجهاز الاداري وكل الجهاز الفني. تقولي لكل اللعيبه الرجاله اللي قدرت تحقق بطوله كانت غايبه عن تاريخ النادي. الله يبارك فيك، مبروك. احنا ابطال افريقيا، هي دي الكلمه الوحيده اللي انا اقدر اقولها دلوقتي. الحمد لله، الحمد لله كل الناس كانت على قد المسؤوليه، وكل الناس قد الدور اللي عليهم. شكرا لكل واحد بذل مجهود، ومبروك لجماهير الاهلي، احنا ابطال افريقيا، مبروك التصعيد. عمرو محسن بقى اختم معاه بقى اللقاء الخاص طبعا بالجهاز الاداري. مبروك يا عمرو، دوركم كان مهم جدا زي ما بنقول، فرحه كبيره والفرحه حلوه، والبطوله دي تحديدا تفرق معانا بشكل كبير جدا مع جمهور
النادي طبعا الحمد لله والشكر لله. الحمد لله ببارك لمجلس الاداره وببارك للجمهور وببارك للعيبه الرجاله اللي استحملوا كتير قوي وما اقولكش احنا تعبنا قد ايه والله العظيم. ببارك لزمايلي الجهاز الاداري والجهاز الفني والجهاز الطبي والعمال كلنا تعبنا والله العظيم. الحمد لله ربنا كلل مجهودنا ان احنا خدنا اغلى بطوله والله اغلى بطوله ديت في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا يخليك يا رب. كل الشكر والتقدير لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني مجلس الاداره الاداريين العمال كل واحد كان ليه دور كبير جدا ومهم يا كابتن ايمن في البطوله دي تحديدا وفي بطوله الدوري كمان. يا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل القادم يكون انتصارات باذن الله ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله زي ما وعدونا يكونوا على عهد ان شاء الله باذن الله يكونوا خلال الفتره اللي فاتت والفتره القادمه باذن الله على عهد ونقدر نفرح مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. الفرحه جميله والفرحه حلوه ويا رب دايما من انتصار لانتصار والفرحه دايما تبقى جوانا يا اهلاويه. كابتن محمود الخطيب بعت تهنئه لاعضاء وجماهير النادي الاهلي واكد الكابتن الخطيب في التهنئه ان التتويج بالنجمه التاسعه جاء نتيجه ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكره يليق بالاهلي ويلبي طموحات الجميع مشيدا بالانجاز الكبير لجميع اعضاء المنظومه على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق الذي توج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي. وأوضح كابتن خطيب أن لاعبي الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة جدا في الفترة القادمة لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات لإسعاد أعضاء وجماهير النادي الأهلي. الفرحة جميلة والفرحة كبيرة ومع الأهلوية أكبر والفرحة مستمرة وما زلنا عندنا مفاجآت كتير جدا. أرجوكم انتظرونا بعد الفاصل.